بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. مشاهدينا في كل مكان كل عام وأنتم إلى الله أقرب، لأننا نحن إلى الله بقربه إليه أحوج إن شاء الله تعالى. بإذن الله رب يجعلنا في هذا الشهر الكريم المبارك من الذاكرين الحامدين الشاكرين الصائمين القائمين الساجدين المعتبرين ومتعظين بقدر لا إله إلا الله. اللهم رب العالمين اجعل هذا الشهر شاهدا لنا لا شاهدا علينا، واجعلنا من المقربين يا رب من القرآن الكريم، واجعله شافعا لنا بإذن الله يوم الزحام. وكل عام وحضراتكم بخير بإذن الله. وبدأت شمس الحصاد، حصاد القمح هذا المحصول أو الذهب الأصفر زي ما بيحلو لأهالينا المزارعين والفلاحين إن هم بيسموه بهذا الاسم الأكثر من رائع اللي أكثر من دلالة بإذن الله يا رب يجعله موسم حصاد خير وبركة على كل واحد صاحب عرق وتعب في الأرض، ربنا يكلل تعبه إن شاء الله تعالى بنجاح. وزي ما كانت بتقول أغنية محمد عبد الوهاب، القمح الليلة ليلة عيده، يا رب بارك ويزيده إن شاء الله أيام وتقترب موسم الحصاد. وربما هناك أنباءنا بعض المحافظات بدأت في الحصاد زي محافظة الشرقية، ولكن هناك معاملات خاصة بهذا المحصول الأكثر من مهم لمعاملات ما قبل الحصاد وأثناء الحصاد لتجنب الأمراض. هل في أمراض ممكن تصيب القمح في الفترة دي؟ هل في أمراض ممكن تصيبه كمان في فترة الحصاد؟ كل هذا وأكثر نعرفه من ضيفي الكريم، المعاملات الخاصة بالقمح وكمان الأمراض اللي ممكن تصيبه زي نتجنب ده، ودور السياسة الصنفية والالتزام بالمعايير الزراعة. وهنلتقي أو نتلقى كالعادة في بيت الخبرة المرشد الزراعي تلفوناتكم علشان يجاوب عليها ضيفي الكريم اللي مشرفنا في الاستوديو، دكتور رضا إبراهيم عمارة، أستاذ مساعد بمعهد بحوث أمراض النباتات. تحياتي لك يا دكتور، كل عام وحضرتك بخير يا رب ان شاء الله. المشاهدين الكرام اللهم امين يا رب ان شاء الله. خفيف عليهم ان شاء الله النهارده، دايما كده منورنا وحضرتك واحد من اهل البيت، يعني المعاهد البحثيه ومركز البحوث الزراعيه ووزاره الزراعه وبالتبعيه ليها لقطاع الارشاد ومصر الخضراء ومصر الزراعيه، كلنا اهل البيت عشان نخدم على هذا الجميل اللي هو الفلاح المصري الاصيل. الفلاح هو يعني احنا بنعتبر هو مكمل لنا وعمود رئيسي لنا بصراحه يعني حقيقي. ولولاه ما كنا احنا موجودين حاليا صحيح لحد الان يعني. القمح برضو احنا يعني تعالى خلينا الحوار ياخدنا من ما ياخدنا كده ودينا تمام تيجي ماشي. هو ليه لازم نهتم بالقمح ولازم نعيد السؤال ده على كل ضيوفنا، ولازم برضو نذكر بعضينا كمستهلك وكمزارع وكقائم كمان على الزراعه في مصر، ليه لازم نهتم بزراعه القمح؟ اولا بيعتبر القمح اصلا هو محصول استراتيجي، وبيعتبر هو المحصول الرئيسي اللي احنا يعني بيعتمد عليه كل فرد في مصر عليه. يعني على سبيل المثال احنا ساعه ما بنقوم انهم بندور عليه رغيف العيش، رغيف العيش هو الاساس، هو عنوان هي. فبالتالي هو بيعتبر محصول القمح هو الاساس بالنسبه للمصريين عموما كلها. صحيح. عشان كده يعني معالي فخامة رئيس الجمهورية مدي اهتمام كبير جدا بمحصول القمح، سواء من التوسع الأفقي أو التوسع الرأسي اللي احنا عايشين فيه، لنظر لأن هو بيعتبر المحصول الرئيسي. فبالنسبة للتوسع الرأسي يعني على سبيل المثال احنا السنة دي ممكن زارعين فوق 3 مليون وحوالي 200 ألف. لو احنا بعض المعاملات، حضرتك تفضلت وقلت ان في بعض المعاملات او بعض التقليل بعض الامراض اللي ممكن ننوه عنها، لو وصلنا بالفدان مثلا على سبيل زياده في الانتاجيه ولو اردب في الفداء ده هيدينا قيمه مضافه، مكسب قيمه مضافه. طب لو جينا حسبناها بالجزء الرياضي هنلاقي ان احنا زرعنا لا يقل عن 200 ألف فدان زياده. فده مجرد ان احنا زودنا بس ارداب قمح لكل فدان. صحيح. فده شيء ده بالنسبه للتوجه الراسي. طب التوجه الافقي احنا برضو كل سنه عايزين نوصل لحوالي 1.5 مليون فدان زراعه، بحيث ان احنا على الاقل ان احنا نوصل بمرحله ان احنا بدل ما يكون عندنا اكتفاء ذاتي فوق ال 50 في قصدي اكتفاء ذاتي بنسبه 50%. لا احنا عايزين نوصل في عهد الرئيس، ودي خطوه يعني معالي الرئيس مهتم بها جدا، نحصل لحوالي 70%. ان شاء الله لو وصلنا 70% دي في حد ذاته انجاز كبير جدا. مع بعض الاهتمام البسيط جدا بال 30% احنا
ممكن نوصل لها. يعني ده ما فيش شيء مستحيل. هو مش مستحيل كحلم الاكتفاء الذاتي من خصوصا من رقم واحد في الامن الغذائي اللي هو القمح. وكمان يعني الرئيس والحكومه وكله مهتم بالقمح كمان في ظل حرب روسيا واوكرانيا والاهتمام الشاغر. فبالتالي ده احنا عندنا فرصه باهتمام القياده السياسيه كلها بموضوع القمح. فده مدينا دعم ان احنا كباحثين ان احنا نهتم اكتر واكتر بمحصول القمح بحيث نوصل للقياده السياسيه زي ما هي محتاجه والشعب المصري واخواننا المزارعين زي ما محتاجين. صحيح. كل المؤشرات بتقول ان شهر 4 تحت اي مسمى يبدا فيه الحصاد او ربما يعني تتجاوز نسبه كبيره خالص من المحافظات تبدا في موسم الحصاد. فهل في معاملات حابب حضرتك ننوه ليها للساده المزارعين؟ خلي بالكم من قبل ما تحصد 1 2 3 يعني اديله الروشته وهو ده عنوان حلقتنا الرئيسي. هو المفروض ان اصلا الحصاد بتاعي يبدا اخر شهر 4 اواخر 4 اواخر شهر 4 لان الحصاد في الفتره دي برضو يعني احنا في وجه بحري اللي هو يعتبر خاص الكلام ده الوجه بحري كمان. لان المفروض احنا لو زارع في ميعاد الزراعه المناسب من 15/11 لحد 25/11 المفروض هيكون الحصاد بتاعي اواخر 4 واوائل 5. تمام. ده المفروض ده هيدلنا ان احنا ممكن نوصل للانتاجيه المطلوبه. كمان يعني مواعيد الزراعه دي هتديني الانتاجيه المطلوبه. الانتاجيه المطلوبه ان انا المفروض المتوسط بتاعي ما يقلش عن 20 ارداب للفدان. 20 ارداب للفدان. طب انا لو 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 خليت بس بعنصر واحد من المعاملات اللي هي عندي لمواعيد الزراعه المتاحه عندي ده هيخليني ان انا ممكن الانتاجيه بتاعتي توصل ل 15 وممكن 12. ودي خساره طبعا. ودي خساره كبيره جدا. لسه وانا لسه في بدايه البرنامج بقول لحضرتك ان ارداب واحد ده معناه ان احنا زرعنا 200,000 فدان زياده. فبالتالي ان احنا ارتباطنا بس باخواتنا المزارعين بميعاد الزراعه ده يعني شيء يعني يخلينا ان احنا نوصل بانتاجيتنا ان احنا ممكن يعني ارداب ده معناه ايه؟ معناه ان الارداب ده ممكن يوكل اصلا اسره. صحيح. اسره مكونه من 5 افراد او 6 افراد. وليه يعني اسيبه يهدر بما اني في ايديا ان انا احافظ عليه كمان؟ فالسؤال لحضرتك طب انا لو بدات احصد هنا انا بوجه النبات بيتوجه بسرعه لعمليه اللي يخش في مرحله الحصاد. في مرحله الحصاد دي كلها بيبقى فيها عوامل لان النبات بيحتاج في مرحله التلقيح والاخصاب درجات حراره معينه، كل مرحله مراحل نمو النبات بيحتاج درجات حراره معينه. لو زادت درجات الحراره في مرحله معينه عن اللي هو محتاجها النبات دي بتقلل في عمليه اللي هي في عمليه التزهير بتاعته، بتقلل في عدد الحبوب بتاعته. فبالتالي انت بتلاقي له ساعات المزارعين يقول لك ايه احنا الوزاره بتقول ان 20 ارداب وفي مفروض وفي 25 متوسط وفي 30. طب ليه احنا ما جبناش الكلام ده؟ طب ما انت حضرتك بص في الاول على معاملاتك صحيح. وتوصياتك الاول. لو انت بصيت من الاول لتوصياتك بميعاد الزراعه ده رقم واحد. صحيح. ممكن توصل للرقم اللي احنا عايزينه وساعدت فيه الدوله حاليا. يعني ده شيء اساسي لان المحصول القمح اللي زرعه في ارضه هو مش زرعه ليه؟ ده هو زرعه للدوله. ده حقيقي. ده زرعه للدوله. المفروض هو كده بيعتبر زي ما احنا عندنا جنود على على خط النار زي ما بيقولوا احنا انت بيعتبر المزارع نفسه ده جنود لنا انه يوكل الشعب المصري كله. فده انا بعتبره ان هو بيكافح روخر في سبيل الوطن. وده حقيقي وده احنا شهود عيان على كفاحه طول العمر على فكره حتى مش في وقت الازمات. انت ما تلاقيش فلاح بياخد اجازه ولا تلاقي فلاح يقول لك اصل انا صايم اصل النهارده حر برد. الصراحه مرتبط ارتباط شرط بالارض بتاعته وبناء عليه احنا اللي متنعمين بخيره. ده حقيقي. طيب حضرتك يا دكتور بتقول الالتزام بميعاد الزراعه دي اساسيات ما فيش رفاهيه الاختيار ليها. طب فرضا ما حدش التزم بميعاد الزراعه على الاقل خالص يلتزم بميعاد الحصاد. فحضرتك شايف المواعيد الانسب؟ هو مواعيد الحصاد طول ما انت زرعت زراعه مبكره هتضطر ان انت تحصد. ده يعني منطقيه الاحداث. صحيح. انها تحصد مبكر اصلا كمان زي ما حضرتك اتفضلت قلت في محافظه الشرقيه بدات عمليه حصاد. يعني ممكن يكون زرع في شهر 10 ده فبالتالي هو حصد حاليا. هل هتقارنه انتاجيته بانتاجيته واحد بانتاجيه مزارع مزارع في 15/11 لحد حوالي 25/11؟ دي مستحيل. فبالتالي ان احنا دلوقتي يعني دي يعني حاجه ترابطيه ان احنا خلاص هو زرع مبكر بيحصد مبكر. تمام. فبالتالي انتاجيته هتقل وده احنا مش محتاجينه. يعني احنا برضو من خلال برنامج حضرتك النهارده يا ريت نهتم بالميعاد المناسب. ففي بعض المزارعين ويكون زارع مثلا بعض الزراعات بيزرعها بدري يزرعها بدري وبيبدا يشيلها وبيبدا يزرع متاخر القمح.
فاحنا عايزين يعني عايزين النظره للقمح كانه محصول استراتيجي، وهو هو بالفعل كده ده رقم يعني واحد. يعني عايز عايز المزارعين يبص عليه كانه محصول استراتيجي، ما يبصلوش كانه ماده. يعني العمل ده لا يقاس بالماده نهائي، ده لقمه عيش ما بتقاس يعني. فده حاجه سبحان الله. وفي ارتباط شرط بينه وما بين المصريين القمح والقطنه دكتور. تلاقي يعني انت حابب تزرعه، حابب تزرعه ان شاء الله تعالى طبعا يجيب نتيجه، ولكن لا برضه بتحاول مره ومرات انك انت تزرعه. هو رقم واحد، هو رقم. طب هرجع لتخصص حضرتك في هذا المعهد البحثي الاكثر من مهم، معهد بحوث امراض النباتات. طيب بحكم التخصص نقول ايه لمزارعي القمح في الفتره البينيه اللي هي ما قبل الحصاد في الفتره دي؟ هل ممكن يصيب النبات القمح نفسه امراض، ولا الروشتة برضه اللي نقدمها له خلي بالك من تصرفاتك مع القمح في الفتره دي؟ لا، هو الفتره ديت احنا برضه بنيجي نرجع للنقطه الاساسيه، الزراعه في الميعاد المناسب. تمام تمام. لو زرع في الميعاد المناسب بتاعنا حضرتك زي ما اتفضلت، هو الوقت ممكن يحصل له هروب في مرض مفروض بيظهر في الفتره الحاليه مع ارتفاع درجه الحراره العاليه جدا. ده مرض اسمه صدى الاسود او صدى الصاق. ده اسمه صدى الصاق، لان الصدى ثلاث انواع مش نوع واحد. الصدى الاصفر والبرتقالي يليه البرتقالي يليه الاسود. ماشي. اكثر خطوره فيهم الصدى الاصفر، وده اعتقد ان في ممكن لو حصل مداخلات ممكن بعض الساده المشاهدين يسالوا في الجزئيه دي. هنحط داتا التليفونات ونتواصل معاهم. دي نقطه. طب يليه الصدى البرتقالي، وده اقل اقلهم في الخطوره. ليه بقى الصدى الاسود ده برضه بيعتبر من الامراض الخطيره جدا؟ ليه؟ لانه بيصيب جميع اجزاء النبات. بيصيب الساق، وبيصيب الاوراق، وبيصيب السنابل، وبيصيب السفه بتاع السنابل نفسها، فبيصيب كل ده. مهلك بقى، مهلك للنبات، يعتبر مدمر. يعني بالاخص ان حتى في سنه 99 ظهر سلاله منه اسمها سميت باسم البلد اللي ظهرت فيه اللي هي اوغندا، اسمها يو جي 99. دي سلاله زي سلاله انفلونزا الخنازير بالظبط، او انفلونزا الطيور، او الفيروس كورونا حاليا. دي السلالة دي ظهرت في أوغندا، فسميت أخذ أول اختصار يو جي من أوغندا، و99 دي سنة الظهور. لما ظهرت دمرت القمح كله في أوغندا وكينيا، واتنقلت راحت السودان على إيران وبدأت تتنقل. والحمد لله إن إحنا مصر، الحمد لله ربنا عز وجل خلانا إن إحنا عند حماية من السلالة دي. ليه؟ الرقم واحد، لأن أصنفنا مبكرة النضج. فدي كانت نقطة مهمة جدا. صحيح. في يعتبر خط دفاع جدا اللي هو الهروب من الإصابة. فلما اصنفنا، لان كان في الاول اصنفنا كانت ممكن توصل لحد شهر 6 حصاد. طب حضرتك ارتفعت درجه الحراره في الاسبوع اللي فات ده كله، هيبدا يظهر المرض. طب ظهر المرض وانا لسه معايا شهر 4 وشهر 5 وشهر 6 زي الفتره اللي فاتت كده، بالتالي هيحصل دمار للمحصول. طب احنا وصلنا ليه برضك؟ ان احنا عايزين نعمل اصناف مبكره ويبقى فيه هروب من الاصابه بهذا المرض. تمام. فبالتالي وصلنا للمرحله دي زي ما حضرتك تفضلت. احنا بنحصد دلوقتي ممكن في شهر 4، وممكن نحصد خلال شهر 4 كله. ويفضل خلال شهر اخر شهر 4. يبقى بالتالي ان احنا الفتره ديت عملنا هروب من الايه؟ من اصابه بصدى الصاق. لان لو جه ممكن خلال 15 يوم يحصل رقاد للقمح الله. ودي ازمه ثانيه كمان. ودي ازمه ثانيه خالص. فبالتالي الخسائر بتاعتها هتكون عاليه جدا، لان زي ما تفضلت وقلت ان هو بيصيب كل جميع اجزاء النبات. فبالتالي خسيره عاليه جدا. فالحمد لله ان احنا على طول في صراع. يعني في صراع دايم، بنشوف الفطر نفسه سلوكه ايه، وبنحاول ان احنا نعكس سلوكه وتصرفاته، ان احنا يا اما ننتج له اصناف مقاومه، يا اما ننتج له اصناف مبكره النضج بحيث ان هي تهرب من الاصابه منه. فبنحاول بقدر الامكان ان احنا نحاول نهرب منه بحيث نقلل الخسائر، لان احنا مش محتاجين يعني مش كفايه يعني. احنا عايزين على الاقل خلاص كل حبايه قمح عندنا تمثل، انا بسميها تمثل نقطه ذهب او ده حقيقي. فمش عايزين اي خسائر والله. وهي تعب وشقى يعني شهور واشهر كمان تاني بالنسبه للفلاح واسرته وعيلته، تقريبا هو بيعيش عليها اصلا. دي مهنته. طب يبقى كده الشاهد من كلام حضرتك بحكم المعايشه والخبره، متوقع لا قدر الله ظهور امراض في القمح في الفتره دي؟ هو الكل متوقع بحكم الارتفاع درجه الحراره. هو في كل مرض، هو مرض الصدى الصاق بس فقط لغير الفتره دي. طيب هو ده اللي ممكن يسبب مشاكل بالاخص على الاصناف. ممكن نذكر الاصناف برضك عشان اخواتنا المشاهدين يبقوا عارفينها. هم صنفين، مصر واحد ومصر اثنين. مصر واحد ومصر اثنين، دول متوقع ان هو لا قدر الله يصابوا بصدى الصاق او بالصدى الاسود. هم دول الاصناف اللي هم اكثر حساسيه للاصابه بصدى الصاق والصدى الاسود لو ظهر في الفتره اللي احنا فيها دي، في الفتره الحاليه. ولو ظهر بقى زراعه متاخره كمان، ده هيدلنا هيبقى اكثر اصابه بمرض صدى الصاق.
ده كمان لان هي لسه مش هيروح هيتاخر في ميعاد الحصاد بتاعه والنبات هيبقى مازال ان هو في هيكون عرضه تفضل. اكثر لان هو يتعرض هيكون اكثر عرضه للتعرض للاصابه بسد الساق. طيب كده لا قدر الله تعالى بما اننا متوقعين وارد يحصل المرض، هل في مثلا رش وقائي، اجراء وقائي نقلل على الاقل خالص يعني الخساره اللي متوقعه؟ لا، هو بالنسبه لامراض القمح عموما والاصداء خاصه ما فيش يعتبر رش وقائي نهائي. ما فيش رش وقائي؟ رش وقائي لا. طب هنكون مسلمين بهذا الوضع؟ لا، هو الرش العلاجي هو رقم واحد عندنا. طب يبقى رش علاجي. رش علاجي لكن وقائي لا. تمام. رش علاجي ان انا مجرد ببقى عندي، يعني احنا بنقوله ان احنا مثلا بتبقى المزارع نفسه المفروض ان هو يكون ملم معانا من خلال الحملات القوميه اللي احنا بنساهم بيها دي، يكون هو على درايه كبيره جدا بالاصناف اللي احنا زي ما حضرتك انت ما تفضلت قلت المصري واحد ومصري اثنين بصاب مثلا بصدى الساق. طب هو لو زارع عنده مصري واحد ومصري اثنين وحصل ارتفاع في درجه الحراره زي الفتره احنا عايشين فيها، يبقى هو عنده تنبؤ داخلي ان ممكن يظهر مرض صدى الساق عنده اللي هو مصري واحد ومصري اثنين. يبقى لو زارعهم يبدا هو يعمل فحص دوري للارض اللي عنده، تنبؤ فحص دوري، لا اي اصابه عنده في الحاله دي ببدا يرش رش على طول بالعلاجي بالمبيدات الفطريه المسببه من لجنه الزراعه اللي هي المفترض يجيبها من مصدر امن ومكان معروف. وطبعا عندنا في مركز البحوث المبيدات لا هو عندنا لا مش هي مش هي احنا بنعمل لها تقييم في معهد بحوث امراض النباتات. هم حوالي 7 أو 8 مبيدات معروفين بالاسم. تمام لكن احنا لو اتكلمنا عليهم مثلا ممكن اقول لك ده بيعمل اعلان عن شركه كذا. لا مش يعني احنا بنتكلم ممكن على الماده اللي هي الفعاله اللي فيها يعني او السبعه حضرتك موصى بيهم، فالسبعه ينفعوا لهذا المرض. ينفعوا الامراض الامراض القمح عموما. تمام. ينفعوا الامراض القمح عموما هم دولت الموصى بيهم. لكن حتى في ناس يعني برضك بحكم ان انا في بعض الناس كان بيجي لها استفسارات عندي في بيتصلوا بيا تليفونيا او بيتصلوا بيا لو في استفسارات ان بيجيبوا بعض المبيدات يقول لك ما بيجيبش نتيجه. فدي برضك زي ما حضرتك تفضلت، اولا المصدر اللي انت جايب منه صح ده مهم جدا. ثانيا في نقطه مهمه جدا، الارشاد الزراعي دلوقتي بيجي له بعض المبيدات دي، فاللي احنا ممكن نروح للارشاد الزراعي هو اللي هيدينا المبيدات اللي هي موجوده دي في كل مديريه زراعه فيها ارشاد زراعي. لو انا رحت له قلت له عندي مشكله كذا كذا، هو عنده المبيد بينزل على طول عنده المبيد نفسه، فبالتالي ده مصدر اكتر مصدر موثوق فيه. تمام. فدي نقطه. النقطه الثانيه اللي برضك هل في مداخله ولا كمل؟ طيب ما حضرتك استقبل كده تليفوننا من الحاج محمد من اهالينا من كفر الشيخ. اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كل سنه وحضراتكم طيبين. كل سنه وحضرتك حضرتك بخير يا رب. اتفضل. انا محمد من كفر الشيخ يا باشمهندس، وزرعنا القمح 95 بس انا زرعه متاخر جدا، يعني يمكن زرعه 10 سنوات. تمام. إيه هو السنبل كله دلوقتي، بس السنبله يعني جيراني كلهم مزارعين بدري. السنبله بسم الله ما شاء الله كويسه وحجمها كويس، بس السنبله عندي ضعيفه يعني لحد ما صغيره، ومش عارف ده بسبب ان انا زرعت متاخر شويه ولا هي مع الوقت هتتحسن وكده. قال لي ترى في معاملات، انا رشيتها مبيد فطري للصدر الاصفر، وعايز اعرف يعني مثلا لو في رشه تنشيطيه مثلا تعزز التغيير او التنبله تبقى احسن من كده، بحيث يبقى الحصاد حاضر. هتسمع الاجابه وربنا يطرح لك في البركه. لحضرتك تعقيب؟ هو سؤال بس حضرتك، انت رشيت مبيد ايه للصدى؟ جبت من الجمعيه الزراعيه، مش فاكر الاسم والله، بس هو مبيد فطري للصدى الاصفر يعني. اسمه ايه؟ مش الورق. مش متذكره يعني الاسم بتاعه؟ نعم. مش متذكر الاسم حضرتك؟ والله طب هل رشيته لوحده ولا رشيته معاه حاجه تانية؟ لا هو لوحده بس. طب هل رشيته بموتور الزهر ولا الموتور الكبير؟ لا انا عندي مجموعه كده بالموتور الكبير وغسلت كويس، وهم 4 فدادين يعني وغسلتهم يعني كويس. يعني حضرتك رشيته بالموتور الكبير؟ رشيت بالموتور الكبير. رشيت كم رشيت قد ايه؟ موتور واحد ولا كام مال ولا ال4 فدادين؟ لا هم رشيت 4 ازايز تقريبا، الازازه 250 او 200 مللي جرام على يعني 400 لتر ميه. يعني انت رشيت المبيد لحضرتك ده بودره مش سايل؟ لا سايل، في ازايز كده ورقتها زرق كده. يعني 200 سنت الازازه؟ 200 سنت على 400 لتر ميه، حطيت 3 ازايز ل4 فدادين. تمام.
ماشي هتسمع الإجابة حاضر دلوقتي إن شاء الله. هو أولا سخ 95 ده فعل صنف مقاوم للأصداع عموما، يبقى رشه ملوش لازم، يعني هدر كده هدر للتكلفة، التكلفة على الفاضي. يعني الأربع عبوات اللي أنا جبتهم والموتور سواء إيجاره والتكلفة اللي أنا كلفتها دي، وليكن الأربع عبوات اللي هو جابهم 200 سنت زي ما هو اتفضل بيقول، لا تقل العبوة عن 150 جنيه، فحضرتك بتكلم في 600 جنيه، حضرتك بتكلم في موتور برضك ممكن ياخد منه تكلفة بتاع حوالي مثلا 100 جنيه، مش أنا أقول أو 200 يعني حوالي 1000 جنيه ضاع، حوالي 1000 جنيه ضاع. حضرتك بتكلم في أرداب بقمح في السعر الحالي، حوالي أرداب بوي، خليه أرداب بقمح، أنت ضيعتهم من الإيه؟ بتمنه رش على والمحصلة صفر، والمحصلة صفر، لأن سخة 95 تعتبر من الأصناف المقاومة بشدة للأصداء عموما. يبقى ده أول معلومة، لو أنا عندي المعلومة دي ما كنتش وصلت صحيح للمقتل. ما هنا المعلومة قوة يا دكتور حقيقة، فما كنتش أنا وصلت للجزئية دي صحيح. رقم واحد. رقم اتنين، بالنسبة لعبوات الصدى وبرضو بدي تتأكد منها، إن المبيدات بتاعة الأصداء عموما السايلة حوالي 100 سنت مش 200، فدي يعني نتاكد كده متوقع ان يكون نوع تاني مختلف تماما او مختلف عن الموصبي، فده نحاول نتاكد منها برضك، وانا اتاكد منها برضك عشان نوصل المعلومه الصح برضك، بس على حد اعتقادي بنسبه كبيره انه حوالي 100 سم. دي رقم اتنين. رقم ثلاثة، ان سنبوله سخ 95 اللي هو الاستاذ الفاضل المتخوف منها، هي سنبوله بالفعل سنبوله صغيره، انت بتبص في اول طبيعي بتاعها، طبيعي صغيره، فهي اول ما بتطلع كده انت تحس ان انت تنخض منها، يعني الصنف ده ضعيف، في مشكله، وضعه ايه. فبص اول ما تبدا السنبوله دي تكون حبوب، تمتلي الحبوب فيها خلاص للاخر، تبدا السنبوله ايه، يعني تحس ان هي امتلت وفردت بقى شكلها مقبول ليك، لكن انتاجيتها هي عاليه جدا. طب ليه هي شكل السنبوله كده؟ لان السنبوله تعتبر سنبوله يعني متلاحمه، عدد الابراج فيها كلها متلاحمه، زي قريبه من بعض، غير جميزه 11، جميزه 11 تلاقي عدد مفروده جدا بين الحبه والحبه والبرج والبرج مسافه كبيره جدا، فعشان كده ايه تحس اللي يبص لدي ويبص لدي، لا ده يعني ما يبقاش في مخاوف عنده من شكلها ان هي صغيره، هم عدد الحبوب من جوه. هو لو عدها سنة. لو عدى عدد الحبوب هيلاقي عدد الابراج زي ممكن زي جيمز 11 او يفوق كمان عنها، لكن دي شكل، لكن دي بين البرج والبرج هنا مسافه، هنا مفيش مسافه، اللي بنقول عليها كومباكت معقده، يعني سنبوله معقده، فدي ما يتخوفش منها خالص. لكن اخر نصيحه بقى، ان يحاول هو يلتزم على الاقل ما يتاخرش عن اول اخر 11 كده في ميعاد الزراعه برضك، لان مليون في الميه هيكون في تاثير معاه مع ارتفاع درجات الحراره العاليه دي، العاليه جديد دي، وهي بتبدا تلقح نفسها لسه، ممكن يحصل موت لحبوب اللقاح، فبالتالي ممكن ايه يحصل ان عدد الحبوب في السنبوله تقل، مش تاثير في الصنف، تاثير لارتفاع درجه الحراره اثناء عمليه الايه، برضه رجعنا للالتزام بالمعايير من بدايه موعد الزراعه لحد الحصاد، كل خطوه مكمله للتانيه، كلها مكمله بعضها. استاذك مشرفنا بالاتصال من اهالينا من الشرقيه، الحاج محمد اهلا بيك. ايوه يا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا زرع غل 171 فيها شعفه كده من كده ناشفه كده. استاذنك نبعد عن التلفزيون يا حاج محمد. ماشي اتفضل. ايوه يا باشا. زارع غل زارع 171 السؤال 171 في الورقه ناشفه كده ومش عارف ايه الوضع بتاعها. ناشف السنبله ناشفه؟ السنبله خضراء بس الورق فيه يعني شعفه كده مش طبيعيه كده. السنبله خضراء لكن الورق فيه في زي تمام خضراء والورقه بدات نشفت كده. حاضر هتسمع الاجابه دلوقتي تحت امرك. طب استاذنك كمان مشرفنا من اهالينا من اسكندريه، الحاج محمد اهلا بيك. اهلا بحضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ممكن اتكلم الدكتور؟ سامعك الدكتور. اتفضل يا فندم اتفضل. بكلم الدكتور. حضرتك انا زارع مصر ثلاثة في اسكندريه برج العرب. وبعدين في دلوقتي انا زارع في ميعاد كويس اللي هو 17/11 تمام يا فندم. وبعدين اللي في دلوقتي الحلزون ده اللي هو القواقع دي كتيرة قوي في الارض. انا رشيت لانت على وحطيت معاه مغذي كمان وحطيت تيلت للصدى احتياطي كده يعني. فما انا مش عارف التاثير اللي هو القواقع ديت قد ايه على يعني تاثيرها بنسبه قد ايه على الزرع، لانه كميه كبيره وفي نفس الوقت اللي المقاومه بتاعته الصحيحه فيه ايه القواقع. حاضر هتسمع يا فندم. ماشي بقول لحضرتك هتسمع الاجابه دلوقتي تحت امرك.
اللي هو مقاومة القواقع، حضرتك عايز الطريقة المثلى علشان خاطر يقاوم القواقع، ده كده السؤال. طيب ناخدها كده بالترتيب، الحاج محمد شرعية بيقول انزرع 171، السنبلة شكلها أخضر ولكن الورق الشعوذة دي متهيألي على حد إدراكي للموضوع إن هي بتكون فيها احمرار أو حرقة أو لا، هو أولا جزء 170 ده أنا بعتبره الحصان الأسود. الحصان الاسود طيب. انا بعتبر الصنف بصراحه انا كشخصيا بعتبر الحصان الاسود لان صنف اولا مقاوم جدا للامراض الضوء وانتاجيته عاليه جدا انتاجيته عاليه جدا ومتحمل يعني لاقصى الظروف يعني تمام. اولا هو المفروض ان هو ما يكونش فيه اي اصابه بالاصداء عموما للجزء 171، وحتى لو فيه اي اصابه انا كنت بس عايز اكلمه اقول له الورق اللي انت شفته مصفر كده عندك اهو، هل انت برضك في علامه مهمه جدا هل انت مسحت على ايدك الورقه نفسها وظهر عليها بودره في ايدك؟ ده هو حتى لو بيسمعني يعمل الكلام ده تمام. يعني يمسح الورقه على ايده كده، لو ظهر عليه بودره يبقى انت ايدي اللي انت حضرتك بتكلم عليه ده في صدى تمام على الرغم ان الصنف ده مقاوم برضك، فده يتاكد منه انه لو وصل لو لقى عليه بودره يتاكد بالفعل ان الصنف ده جزء 171 ولا لا تمام. ماشي، وممكن يكلمنا لو في مشكله ممكن ننزله حتى لحد عنده تمام. واستاذنك يعني اكراما لي كنت بعد الهوا كمان يكون في تواصل مع حضرتك، مفيش مشكله تحت امرك تحت امرك. طيب دي نقطه، فبس انا اللي انا عايز اوصله لو هو ما فيش لقاش الكلام ده فده هيضطر ان احنا بعد اذن حضرتك يجيب عينه منها ونبدا نعزلها عندنا في المعامل نشوف هل في هي بالفعل في فطريات بتسبب تبقعات وتسبب جفاف للاوراق ولا لا، وما هي الفطريات اللي بتسبب التبقعات وجفاف الاوراق اللي عند الوضع اللي هو الوضع القائم الحالي. فده برضك يحاول لو ما لقاش كده يبقى يحاول هو يجيب عينات ويجيبها في معهد بحوث امراض النباتات واحنا هنقوم بيها وهنقول النتيجه بتاعتها ايه. والتنسيق ده ان شاء الله هيكون بعد الهواء باذن الله ان شاء الله. دي بالنسبه للنقطه الاولانيه. طيب الحاج محمد برضو من اسكندريه بيقول الحلزونه او القواقع انا مبسوط جدا ان كل اخواتنا المزارعين اللي بيتصلوا يقول لك زارعين يعتبروا اصناف كويسه جدا يعني مصر ثلاثه بيعتبر صنف حديث ده بيعتبر صنف حديث وبرده مقاوم للامراض فما كانش ليه برده ان رش مبيد الثالث اللي هو رشه ده ملوش لازمه اللي هو بالنسبه للصدى برده تكلفه على الفاضي ما كانش لها لازمه ان هو يرش بيه. دي نقطه. النقطه الثانيه القواقع دي يعني انا اسف يعني هو يستحملني وانا اقولها احنا بنعتبر ان المزارع اللي عنده نسبه اهماء هي القواقع دي بتكون بتبقى هي نتيجه حتميه لبعض الاهمال اللي حصل في الارض تمام. زي ان ممكن يكون الاوني او دي كلها عليها حشائش سايبها الحشائش دي كبيره جدا فالقواقع بتيجي عليها بتخش بتيجي من على الحشائش دي تنزل على اديتها البيئه الخصبه بتاعتها لكن لو هو بيعمل عمليه نظافه للجوني والريش بتاع الترع والكلام ده كله ورشيشه ومظبطه وحاجه نظيفه جدا مش هيكون لها اي مصدر انها تتنقل على نبات القمح. طب تاثير وجودها دلوقتي يا دكتور هي هتاثر بنسبه كبيره بتاثر لان هي بتعمل اشرطه زي بتعمل كانها بتاكل الماده الخضراء بتاعت النبات نفسه فبتعمل زي اشرطه كده شفافه على الورقه نفسها فده كلها عامل بتاثر. وفي بعض المبيدات اللي هي في ناس بتستخدمها وبتجيب وبتقول بتستخدم بس ايه على يعني ايه زي ما بقول على استحياء كده لكن هو يفضل في الحاله دي المصدر المصدر اللي فيه اللي زي الريش زي ما قلت الريش او القنوات اللي عليها مشاكل ديت ممكن بجيب ملح او جير حي ملح أو جير حي تمام. وبلف حوالين الأرض بتاعتي من أربع جهات أو الجهة اللي بتيجي منها القواقع بلف بقى بحط نظام سرسبة كده على في المناطق دي بحيث إن يجي القوقع يجي من المنطقة دي يجي يمشي عشان يروح الأرض عندي طبعا هو بيبقى الجلد بتاعه زي نظام بقول عليه رطب أو كده فبيمشي كده اول ما يمشي كده ولاقي الملح او الجير الحي تهالك او يموت بيموت على طول في الحال بيمتص الكلام ده وبيموت في الحال. دي نقطه. النقطه الثانيه ان هو ممكن حاجه بسيطه خالص يجيب ورق كرنب ورق الكرنب ده بيحطه او برسيم يعني دي حاجات بدايه خالص كرنب او برسيم الكرنب ده بيحطه على مسافات معينه والبرسيم كذلك بيجي في درجه الحراره عاليه جدا بيبدا القواقع كلها تتجمع وعايزه منطقه ضل فتتجمع تحت ورق الكرنب او تحت البرسيم يبدا هو يلمهم ويبدا هو يعمل عمليه حرق لها كلها بعد وبعيد عن الزراعه خالص وبعيد عن الزراعه خالص يعني خطوات بدائيه وبسيطه خالص بحيث ان هو ايه بس في الاول ان هو ينظف كل الايه كل اللي حوالين الارض بتاعته سواء من حشائش او اي إن كان بحيث انه ما يكونش مصدر للقواقع. تمام يا فندم. ماشي. عذرا على الاطاله الحاج ابو الحسن من اهالينا من الاقصر اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك
ازيك يا باشمهندس؟ الحمد لله بخير يا فندم، اتفضل. والله احنا زارعين القمح عندنا يا باشمهندس، بس نسبة الحشائش فيه كتير. حضرتك زرع صنف ايه يا حاج ابو الحسن؟ الصنف اللي حضرتك زرعه؟ مصر واحد يا باشمهندس. مصر واحد، تمام. بس عندنا الحشيش اللي هو بنقول عليه الرحاج عندنا في بلدنا. تمام. رش زي النباتات الحوليه. حضرتك رشيت ولا ما رشيتش؟ والله ارشها مرتين كل سنه. مرتين كل سنه؟ مش هو لسه انت رشيت دلوقتي يا حاج ابو الحسن؟ ما رشيت، انا هرشيت دلوقتي يا باشمهندس. لا ما ينفعش، خلاص الرش، خلاص خلاص خلاص. لا ما بطلنا رش احنا، خلاص بقول لك انا طيب كل سنه مرتين. تمام، حاضر. هذا هو اكبر مشكله عندنا احنا في القمح يعني. بتكلم دلوقتي على الحشيش اللي في الارض اللي هو حاضر، هتسمع الاجابه دلوقتي. مشرفنا من اهالينا من كفر الشيخ الحاج جمال، اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ طه؟ الحمد لله بخير، ربنا يحفظك. ممكن اسال الدكتور رضا، فضيله الدكتور رضا، على موضوع صيد القمح ده؟ تحت امرك يا فندم. سامعك الدكتور يا فندم، اتفضل. انا عندي زارع مصر واحد. وزارع في اول 11 كده. ورشيته من عمليه المكافحه بتاعت الرش الفطر ديت 4 مرات. يعني كنت بتعب، بتبع برضه عندنا دكتور، خدت من سعادتك يقول لك 15 يوم رش رش. وما زال النهارده بقالي صعبين الحفل كده، لقيت فيه صدى في النفس بتاعه. تمام. يعني ده انا متابع الحلقه بتاعت حضرتك يا استاذ طه، بشد الورقه كده زي ما الدكتور ده بيقول، بلاقي عليها تراب كده من اللي هو زي الحنه كده. تمام. ايوه تمام. وبدا يطلع في السنبله، على اساس الحبايه يتكون حواليها برضه تراب من اللي هو الاحمر ده. الاصفر ده. تمام. حاضر. فاتمنى تعليمات الدكتور يعني. حاضر ان شاء الله تسمعها، وربنا يا رب يطرح لك فيها البركه ان شاء الله تعالى يا رب باذن الله. هو اولا انا سعيد بالتليفون جاي من الاقصر ده يعني. لان اهالينا بصراحه يعني الواحد نفسه يروح الاقصر ما رحتهاش خالص. ده بلد الخير والجمال والاثار ان شاء الله باذن الله. هو اولا انا مش تخصصي حشايش، لكن انا بس هوضح حاجه بسيطه خالص. اولا ان احنا المفروض ان احنا في الحشايش نوعين، يا اما عريضه يا اما حشايش رفيعه بالنسبه للقمح. بالنسبه للحشايش العريضه، المفروض ان انا ساعه مزرع القمح اكون على طول مجهز المبيدات اللي هيتم رشها، سواء العريضه او الرفيعه. تمام. طب المفروض ان انا برش بعد 21 يوم من عمليه الزراعه، المفروض ان انا ببدا قبل الريه، قبل ريه المحياه. ببدا بقى اجهز ارش العريضه قبلها بثلاث ايام، وبعد ما اعمل عمليه الري ابدا ارش رشه الرفيعه بعدها بثلاث ايام. في الحاله دي نسبه القضاء على الحشائش بتكون عاليه جدا. لو انا اتاخرت عن كده في الحاله دي، لان مبيدات الحشائش مش مبيدات، لان كل مبيد ليه طريقه استعمال وتوقيت معين. صحيح. على حسب حتى عدد اوراق النباتات، عدد اوراق الحشائش نفسها. يعني لو ورق او ورقتين ليه مبيد، ثلاث اربع ورقات ليه مبيد، فكل حاجه لها تخصص معين. فبالتالي هو لو اتاخر في الفتره الاولانيه في رش الحشائش، ده يخليه يخش نوعيه المبيد تاني تستخدم. فبالتالي ان نتيجه عدم التاخير في الكلام ده، ممكن يستخدم نفس المبيد اللي كان بيستخدمها في المره الاولانيه. صحيح. فبالتالي مش هتجيب النتيجه اللي هي المثلى بها. مع المبيد الموصى به، مع زياده عدد اوراق الحشائش اللي موجوده عليه. طبعا. فعشان كده ده مهم جدا انه يكون ملم جدا بالقصه. دي ودي. صح. كمان راجعه، ممكن المعلومات كلها تكون موجوده في خلال لجنه، انا بقول لجنه مبيدات الزراعه. موجود عليها كتيب اسمه الكتيب بتاع الخاص بالمبيدات، مبيدات او يروح للارشاد اللي في المديريه. عنده في محافظه، في محافظه. فدي ما فيش مشكله. ولو عايز اي استفسار بعد الحلقه، ممكن اقول له على المبيدات كلها دي. ما عنديش ادنى مشكله. برضو الوضع يحصل ده دايما، بس انا بقول التوصيات اللي هو لازم يكون حاططها في اعتباره وهو رايح يجيب المبيد. عارف ميعاده امتى وطريقه رشه امتى ده مهم جدا. صحيح. في طريقه الاستخدام. طيب ده بالنسبه للحاج جمال. بيتكلم على الصدى. اللي حصل، وبيتكلم هو على انه عمل الاختبار اللي حضرتك بتقول عليه. هو المشكله يا حاج جمال، ان احنا بنعمل اختبار متاخر. ما بنعملوش الاختبار بدري. بالاخص ان احنا بنيجي نتكلم برضو، بنقول من خلال الحملات القوميه، احنا بنكسل احنا نروح مديريه الزراعه.
او بنكسل نروح للارشاد الزراعي. لو رحنا للارشاد الزراعي نفسه او مديريه الزراعه المفروض هيدلنا على الاصناف اللي هي المقاومه او الاصناف اللي انا ما زرعهاش. يعني المفروض انا ما كانش هو يزرع مصر واحد نهائي في واقي بحري، يعني ده الالتزام بالسياسه الصنفيه. طبعا لكن مصر واحد في الاقصر ما قالش مشكله اصداء، لان خلاص احنا عارفين ان هم مقاوم الاصداء، لان هناك درجه الحراره عاليه فمش محب لها الصدى يظهر فيها الصدى الاصفر، فبالتالي ما عندناش مشكله زراعته في الوجه اللي في الوجه الليبي. طب لو عشان كده بالنسبه للوجه بحري هو عامل مشاكل كبيره جدا. طب ليه انا بتكلم ان انت احنا بنكتشف متاخر؟ لان لو حصل اصابه بنسبه 37% من مساحه الورق، يمكن قلت المعلومه دي قبل كده، دي معناها ان الفطر موجود بنسبه 100% في النبات. يعني بمعنى صح خلاص كده الوضع قضي الامر، قضي الامر. فعشان كده كل ما يكون في اصابه مبكره كل ما يكون عمليه المكافحه ممتازه بنسبه 100%. طب على هذا الوضع في اي متاح لي اي هو اولا في في اولا يعني معاملات. انا اسف استاذ الفاضل، في بعض الاخطاء. الاخطاء هي ايه؟ احنا زي ما قلت ان اولا ان لازم أن يكون في اكتشاف مبكر جدا للاصابه بالصدى الاصفر بالاخص، دي رقم واحد. ورقم اتنين، كل سنه بسال على الاصناف المسؤوله عن المقاومه، الاصناف الجديده الكويسه المقاومه ازرعها. دي مش هيخليني اخش في النقاط انا دخلت فيها دي خالص. رقم ثلاثة، هو اكيد المبيدات اللي هو رش بيها اعتقد ان هي مبيدات برضو مش اكثر جهه فاعليه في عمليه الرش. رقم أربعة، توقيت الرش نفسه أو الموتور اللي استخدمه في عملية الرش هو 100% استخدم موتور الظهر، فعملش عملية غسيل للنباتات فما اداش الكفاءة، فرش مرة واثنين وثلاثة وأربعة وما جابش النتيجة. طيب بما أن النصيحة كده لها أبعاد، فواضح أن حضرتك هتعمل حلقة بعد الحلقة فهتاخد برضو كل الأرقام من الزملاء في الإعداد. فأنا كل ثقة في حضرتك يعني كباقي دايما ضيوفنا اللي بيشرفونا في المرشد الزراعي وفي كل برامج مصر الزراعية بيبقى أهل ثقة. تحياتي حضرتك. لكن وعذرا كمان على الإطالة، مشرفنا بها الاتصال من أهالينا من المنيا، الأستاذ مصطفى. أهلا بيك أستاذ مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. الله أكرم أستاذ مصطفى. كل سنة وحضرتك طيب. عايز أكلم الباشمهندس. سامعك الدكتور أفندم، اتفضل. تحت أمرك يا فندم. ماشي. احنا عندنا القمح مصر واحد. تمام. مصر واحد عندنا. ايوه تمام. سامع حضرتك اتفضل. طبعا السبله عندنا هي يعني فيها لمعه كده والصاده دوت زي ما بيتكلم عليه يعني. بس القمح يعني كده يعني في لمعه كده غريبه يعني. دي ما شفتهاش يعني قبل كده. انا كنت اما اشوف في ناس اما تقول لا ده هو القمح كده طاب، مش طيبان القمح ده، مش استوى يعني بمعنى اصح. تمام حاضر. لحضرتك تعقيب؟ طيب هو بس هو اولا لمعان القمح ده يعني شيء ما يخوفش اصلا يعني. لكن هو حضرتك بس ممكن تاخد سنبله وتفركها في ايدك، يعني انك اعتقد نبات القمح عندكم في المنيا هيكون خلاص وصل لمرحله النضج التام. يعني فافرك السنبوله نفسها في ايدك كده يا فندم وشوف الحبوب نفسها. هو لا مش هيكون في اي امراض على فكره ان شاء الله يعني باذن الله. لكن افركها في ايدك كده وشوف الحبوب، هل الحبوب شكلها ايه؟ ده اللي هيدلك ان كان في لو في مشكله عندك او اي حاجه. لكن ان شاء الله انا ما اعتقد ما فيش اي مشاكل نهائي. يعني الدكتور بيقول لحضرتك ان شاء الله تعالى تكون مطمئن، يعني هي مش هي تبقى عرض، مش عرض مش مرض يعني. طيب مشرفنا من اهالينا من بني سويف الحاج ابراهيم، اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا باشمهندس؟ الحمد لله بخير. اهلا بيك. اتفضل سيادتك. القمح انا بنقل القمح الجيزه 171 بتبقى جيده قوي عندنا. فعايزين ندي معلومه ان الناس اللي بتزرعها كلها بوجه ابلي. ايه يا استاذ؟ انا سامع حضرتك. سؤال حضرتك ايه؟ جيزه 171 دي حلوه جدا في الجنب في النواحي الابليه. فانا بنصح في الخلق ان هي تزرعها ابلي. يعني حضرتك يعني انت الصنف ده زرعه وعن تجربه حابب تنصح الناس يا ريت يزرعوه خصوصا وجه ابلي لان بني سويف صعيد، صح كده؟ الله يبارك لك. ايوه. طيب وكمان هتسمع كل الاصناف على حسب الخريطه الصنفيه من ضيفي الكريم من الدكتور اللي هي كمان مناسب والجديد من الاصناف علشان تاخد بال حضرتك وكل اهالينا المزارعين للعام القادم ان شاء الله. شكرا يا فندم. طب برضو سؤال منطقي جدا هو
هياخدنا لسؤال ايه الاصناف الجديده اللي حضرتك حابب تطرحها وتقول والله ده المتاح معانا وينفع على حسب الخريطه الصنفيه؟ هو بصراحه يعني وانا لسه بقول حصان الاسود فهو بياكد على كلامي وانا مبسوط بان لا شكرا ليه طبعا شكرا ليه مبسوط بان هو يعني حابب الخير لكل صحيح. المزارعين زيه ان هم يزرعوا الصنف ده عن تجربه طبع المصري يعني. طبع المصري فهو بالفعل الصنف ده صنف محترم جدا وصنف انتاجيته عاليه وعلى فكره في بالنسبه لجوده الدي نفسه يعني في ناس ياما بتحب الصنف ده وبتخبزه جدا يعني زي جميزه 11 الناس عامله بتحاول ان هو محبه لجميزه 11 او جميزه 71 اعرف ناس كتيره جدا اشتغلت منه وبيدي يعني رغيف عيش وخبز وكواليتي عاليه جدا يعني. لكن نرجع لسؤال حضرتك اللي ايه الاصناف الجديده؟ احنا زي ما قلنا الاصناف اللي ممكن تزرعها وما تروحش تشوف الارض خالص غير شويه المعاملات البسيطه اللي انت ممكن تعملها. الكلمه دي لها مغزى كبير. تمام. هي اولا احنا هنقول سخ 95 سخ 95 ده انا هكتب ماشي حضرتك. جيزه 171 جيزه 171 عندنا مصر ده الحصان الاسود الحصان مصر 3 ومصر 3 دي مصر 3 في نازل بقى السنه دي السنه المفروض السنه الجايه ان شاء الله مصر 4 مصر 4 مصر 4 دي مقاومه للامراض مقاومه ما يدخلنيش في مهاترات لا 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 الفتره دي لا ما يدخلكش بقى حضرتك في اصناف جديده ثانيه نازله حوالي 3 4 اصناف جداد السنه نازلين برضو لكن بلاش اذكر اساميهم لما يكونوا خلاص يعني بيكون في ثقه ان هم نازلين فعليا يعني فدي اصناف جديده نازله فدي برضو كده لنا ان احنا كل سنه زي ما حضرتك فضلت كده يعني اللي قاعد سمعنا المره دي المفروض يبقى عارف ان السنه الجايه ادي الاصناف بتاعتي الموجوده حضرتك لو في اصناف جديده هتيجي هتنزل هيبقى برضك على درايه بيها ونوضح له الاصناف الجديده نازله 1 2 3 فانا مش عايز اشتت المزارع في بالفعل اصناف ثانيه نازله لكن هي ممكن تحت التسجيل لكن كل سنه في جديد طيب الاصناف اللي حضرتك ذكرتها توزيعها الجغرافي دي ماشيه مع وجه قبلي وماشيه مع اهالينا في وجه بحري ولا لها توزيع تاني الاصناف اللي حضرتك دي لابد تنزرع في وجه بحري ده اساسي تمام ممكن تزرع في وجه قبلي مفيش مشكله ممكن لكن ايهما افضل مثلا في وجه بحري او وجه قبلي لا يعني من حيث المبدا ماشي. بحري لا الاثنين ماشي الاثنين ماشي تمام. لكن وجه بحري لابد تنزرع دي لان دي اصناف مقاومه مع الالتزام بميعاد الزراعه المناسب لكل طب هضيف بقى اصناف ممكن تنزرع في وجه قبلي تمام المزارعين عايزين بقى يزرعوا في وجه قبلي هي المفروض ان مصر عند مصر واحد جميزه 11 اللي عنده مصر واحد وسدس 12 سدس 12 وشندويل واحد وسدس 14 تمام دي انسب لوجه عشان الحراره وطبيعه المكان عشان الاصابه بالامراض عشان الاصابه بالامراض يبقى عشان كده لا ان انا ما احتاجش ارش بمبيدات ما احتاجش اعمل اي معاملات اخسر اي فلوس ماديه اي فلوس عندي لا انا كده الجانب الاقتصادي عندي مطمن منه مطمن ايه بزراعه الاصناف المقاومه لعاليه الانتاجيه صحيح. طب وجه قبلي ما عندوش مشاكل بالامراض دي فممكن يزرع كل السياسه الصنفيه المتاحه عنده دي ما فيش ادنى مشكله خالص تمام دي وحضرتك بتقول ان شاء الله تعالى نبشر بمصر 4 وده مقاوم للامراض مقاوم لكل الامراض وكل حاجه طيب ايه هي الحبه القاتله اللي بناخدها ونخزن بيها نصيحتك وحابين برضو نوضح للناس لو حد مش عارف هو طبعا بسم الله ما شاء الله تبارك الله كده مزارعين شطار جدا جدا ولكن من باب التذكره ولفت النظر يعني هو للاسف يعني الكبير الواحد شايفه الفتره اللي فاتت دي ومتعايش مع الاخبار وفي احداث عن قرب يعني ان في ناس بتستخدم بيسموها حبه الغله يعني بيقول عليها حبه الغله عايزين حبه غله فدي شيء كارثي بصراحه يعني فحاليا حتى يعني الواحد مش عايز يتكلم في حاجات لكن حاليا اصبح الاطفال بيتناولوها يعني بيتناولوا مش مدركين خطورتها ومش مدركين هي بتعمل ايه يعني متوقع انه مثلا هو ساعه ما ياخدها كده بيضغط على الاب بيضغط على الام بيضغط على الظروف اللي هو عايشها وفتره كده يومه هيعدي او شويه مثلا لا لكن الفتره ان هي اللي بياخدها بيموت في الحال خلال 6 ساعات بيكون يعني وصل خطورتها للدرجه دي بيموت هو بعد 6 ساعات بالفعل الغاز بيتحلل فيها وبتبدا خلاص يعني عمليه ايه عمليه تنتشر طب هل هي موصى بيها غير موصى بيها نهائي
طب ليه بقى بتتحط وليه هي بيتم تصنيعها تحت بير السلم يعني من الاخر يعني بصراحه كده بيتم تصنيعها احنا عايزين برضه يعني يعني نفتح الملف ده ونتكلم بيه هي بيتم تصنيعها تحت بير السلم لكن للاسف انت بتيجي يعني دي لا هتلاقيها لا في مركز بحثي ولا انا باكد انا باكد حضرتك عشان ربما حد مثلا يعني يستغل ويستثمر ويقول لك والله ده مصدرها مركز البحوث مثلا او موصى بها من وزاره الزراعه في المطلق كده احنا كده بننفي ده تماما ونبعد التهمه عن هذه المراكز البحثيه تمام هو لو سأل لو هو حب مثلا بتستخدم جدا في الارياف كمان الارياف بيقول لك انا عايز اخزن قمح عايز اخزن بعض الحبوب فبستخدم حبه القمح دي بحطها في البرميل حبايه مثلا للارداب بجيب حبايه هو بصرها هو في منديل كده او بصرها في حته قماشه وبقوم ضاغط عليها وبقوم مسقطها بقوم حاططها في برميل الايه في برميل القمح متوهم ايه بقى متوهم بقى ان ديت الغاز اللي بيشتغل هنا بيعمل بيموت كل الحشرات البكتيريا والحشرات فيحافظ فيحافظ على نبات القمح الحقيقه بقى ان ده بتعتبر اصلا ماده مسرطنه كمان يعني دي بتسبب مشاكل كتيرة جدا بسلام. لكن احنا ما بنستخدم لما بنحاولش ان احنا نوصل ان احنا عايزين نوصل لمرحلة يعني انا بنصح ناس كتيرة جدا يعني في بدايل يعني لو حد كلموني بعد الحالة انا هقولهم في بدايل وبديلك واحد اتنين تلاتة يعني في بدايل بس هو مكسل ياخد البديل لان مجرد حبة يحطها وخلاص لكن البديل ان هو هيبدأ هو ياخد ياخد الماده اللي هتستخدم دي ويبدا هو يقلبها مع القمح او يحطها على الوش او يحطها كل ما يحط مثلا بتاع حوالي مثلا 20 كيلو قمح يحط طبقه من الماده دي ويبدا يحط كده هو مكسل كل تجمع يحط الحبه وخلاص ما فيش صعوبه ما فيش مجال ولا رفاهيه الاختيار ما فيش حاجه اسمها كسل استاذنك عشان يعني مشرفنا بالاتصال من اهالينا مشرعيه الحاج متولي اهلا بيك وعليكم السلام ورحمه الله مرحبا يا باش مهندس بنحيي الدكتور الضيف اللي معاه تحياتي ليك وكل عام وحضرتك بخير يا رب وكل عام وانتم طيبين اتفضل بالنسبه يا باش مهندس دلوقتي مصر واحد في الشرقيه ده انصاب السنه دي بالصدى بطريقه يعني زايده جدا طريقه شرسه انا عارف وبعدين انتوا بتتكلموا في حشائش ومش حشائش القمح هينحصد اهو يا باش مهندس ده احنا في خلال اسبوع هنحصد القمح تتكلم في حشائش في ايه؟ احنا عايزين نتكلم عن ازاي نورد القمح حاضر ازاي نورد القمح عايزين نعرف صغار المزارعين دول هيورد القمح بتاعهم ازاي هيروح الشغل بيه ازاي وايه المانع ان التعاونات الزراعيه تشارك في توريد القمح زي زمان في مساحات في الجمعيات الزراعيه يعني حواليها كبيره تاخد قمح البلد كليته ايه المانع ان هم يشاركوا زي زمان كده ويريحوا الفلاحين ان كل واحد ياخد عربيه ويروح يقف يوم كامل عشان ايه يودي القمح بتاعه حاضر فصوتنا للمسؤولين وعايزين واحد من المسؤولين يشرف يعني يشرفنا كده على التلفزيون ويقول لنا ازاي هنورد القمح صغار المزارعين اللي عنده نص فدان اللي عنده فدان كده يعني طيب حضرتك كل اسئلتك وكل طلباتك دي حقك ومشروعه ولكن انت لو حضرتك اكيد طبعا متابعنا ومتابع كل برامج مصر الزراعيه ان موضوع توريد القمح ده موضوع امن قومي امن الغذاء المصري فكل ضيوفنا هنا بنتكلم على ازاي تورد القمح الف به وانا بقولها لك اهو رقم واحد هيكون في تواصل مع حضرتك من مديريه الزراعه ومن مديريه التموين وهيكون كمان في للتخزين للقمح صوامع حقليه يعني قدام الحقل بتاع حضرتك وكان بعض ضيوفنا قالوا ان هو معفى من النقل والمواصلات ودي في بعض المزايا كمان اللي ضافها وحوافز اضافيه للارداب ضافها سياده الرئيس تشجيعا لان هو يورد لخزينه الدوله او لوزاره التموين وشكرا على اهتمامك على ازاي نورد القمح. مشرفنا من الشرقيه كمان الحاج احمد اهلا بيك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل طيب وحضرتك بخير يا فندم. لو سمحت عندي شعفة إجت بدأت بشعفة في الغلة 171 171 وبعد كده راحت بدأ بصدى تمام يعني دلوقتي في صدى في القمح عند حضرتك ايوه وامبارح بس بفتح السبلة السبلة لسه مش اتكونة لقيت الحبة نفسها في عصابة نسبتها كام يا فندم؟ نعم نسبتها قد ايه في الحق؟ من نهايه السبله من تحت يا باشا لا انا بقول لك نسبتها كام في الزرعه كام يعني نسبه الصدى ده متوقع عامل كام في الزرعه بتاعتك في يعني لا طارت بس ايه يا حاج ابراهيم احمد يا باشا الحاج احمد
حضرتك بتقول النسبه كام؟ النسبه كام يعني؟ واخد تلت الزرعه، ربع الزرعه، مش صح كده يا دكتور؟ ماشي ماشي، ربع الزرعه، ربع الزرعه هي 3 سدابين ونص. الاصابه موجوده في حوالي ربع الزرعه، في الاطراف كده. تمام. سؤال بس، هتسمع الاجابه ده. هل الاصابه انا رشيت مرتين؟ تمام. طب اترجي حضرتك، انا عندي استعداد ارش مره واثنين وثلاثه. مفيش. حاضر. عايز اسم دواء يفيد بس. حاضر. مش اكتر ولا اقل. على قدر امكانك تسمع من الدكتور دلوقتي، وبعد الهوا كمان هيكون في تواصل ان شاء الله تعالى مع حضرتك من الدكتور. اتفضل. هو اولا بس الاستاذ الفاضل الاولاني اللي كان من الشرقيه ولا كان الاثنين من الشرقيه، من اهالينا من الشرقيه. اللي من الشرقيه استاذ احمد، استاذ احمد باين الحاج متولي. الحاج متولي ولا استاذ الحاج متولي؟ ما احنا اتكلمنا على موضوع الحشائش، ما ننفعش ان حد يسأل وما نجاوبش عليه. فيعني لما اجي لك بيتك لازم تفتح لي وتقعدني وتغديني كمان، ده الشرقيه يعني. دي نقطه اساسيه يعني. دي نقطة. النقطة الثانية بالنسبة لفعل توريد القمح، أنا يعني ده شيء أنا ما يمكن مش متابع القناة قد كده للنظر الانشغالي، لكن أكيد 100% لا لا موجودين دايما موجودين. كل برامج مصر الزراعية والقنوات المصرية الحكومية وكل القنوات وده مش يعني شغل الشاغل، مش القنوات، لا شغل الشاغل الدولة كلها، سيادة الرئيس نفسه، لأن موضوع القمح السنة دي يعتبر غير أي سنة. صحيح. ده شيء يعني شيء يعتبر شيء مقدس السنة دي كمان، فبالتالي لابد يكون فيه اهتمام. انت حتى عندك ارداب قمح انت شايله وعايز حد يجي ياخده، اعتقد الحكومه هتبعت حد يجي ياخده يعني. حقيقي. ده حقيقي في حوافز ومزايا كتير. دي شيء اساسي. الحاج احمد الشريه بيتكلم على الحاج احمد هو زارع حوالي 3 فدلين ونص. انا برضو بركز على حاجه، كميه التقاوي، مصدر التقاوي يعني، لان مصدر التقاوي ده شيء مهم جدا. صح. فانا ليه انا سالته السؤال، انت عندك اغلبيه الارض ولا تلت الارض؟ اللي ممكن يكون التقاوي دي اصلا تقاوي مخلوطه. يعني ممكن برضو التقاوي، لان في لعب بالتقاوي كتير جدا. فممكن تكون تقاوي مخلوطه. صح. يعني فهو مش هيبقى مدرك ولا عنده الخلفيه اللي بنسبه هو خلاص زرع وطلعت 100% اللي نعرف ده مخلوط ولا غير مخلوط. صح. فممكن التقاوي المخلوطه دي ممكن تلاقي جزء مصاب اللي هو التقاوي والجزء الاساسي اللي هو من الصنف نفسه ممكن ما يكونش مصاب. فدي بالتالي ان احنا عايزين اعتماد على مصدر التقاوي نفسه في الحاله دي. طب لو هو عنده مشكله كده بضطر ان انا ممكن بيسال المرشد الزراعي اللي عنده، الارشاد الزراعي اللي عنده، بينزل يشوف الصنف نفسه اللي عنده، هل هو الصنف ولا مش الصنف ده. تمام. لو هو الصنف هيقول له لا، يبقى بس بفعل بيجي لنا احنا معلومه ان الصنف ده حاليا اصبح في مشكله. تمام. تمام. طب احنا متاكدين ان مفيش مشكله، ان احنا بنعمله عمليه تقييم سنويه ومقيمينه في كل البرامج. يبقى احنا متاكدين من المعلومه اللي احنا بنتكلم ان هو مازال في صفه المقاومه الصنف ده. طب هو حضرتك تفضل قال ان رشيد بالفعل رش مرتين، هو انا قلت الرش يبقى لازم يكون بالموتور الكبير. دي رقم واحد. لازم يكون في غسيل للمحصول كله، النبات كله، كانك بس غطسته في ماء وطلعته. دي رقم واحد. رقم اثنين المبيد الموصى به او الاكثر فعاليه، وده اللي حضرتك انت هتقول له عليه بعد الهوا ان شاء الله تعالى. احنا يعني جهزنا الزملاء في الاعداد جهزوا لحضرتك لسته كبيره خالص. احنا يعني تقريبا تم التواصل معانا في حوالي 10% من الاتصالات، حلقه سريعه بالاتصالات، وده حقهم. تحياتي ليك يا دكتور. الله يخليك. كل سنه وحضرتك طيب ان شاء الله تعالى، ونشوفك ايام ثاني كتير في المرشد الزراعي. تحياتي ليك. مشاهدينا خلص حلقة النهاردة، ويا رب نكون قدمنا كل ما هو جديد ومفيد. ربنا يا رب يطرح البركة إن شاء الله تعالى في أرضنا الحبيبة. وبالنسبة للتوريد الدولة جاهزة، وبالنسبة للأمراض والحشائش ده مواضيع بديهية وإحدى أهم أساس معايير للزراعة في كل المحاصيل وعلى رأسهم القمح. علماء موجودين داخل هذا المركز وهذا الصرح العملاق والتاريخ والعميق بتاريخه وبالسعادة موجودة داخل مركز بحوث الزراعية بكل المعاهد البحثية اللي بيحتويها، علشان نقدم المعلومة المفيدة لكل المحاصيل المصرية. إن شاء الله أشوفكم في يوم جديد في بيت الخبرة. المرشد الزراعي في أمان الله.